اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات اللجوء والهجرة، وان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن تفاصيل الهجرة واللجوء لنيوزيلندا. شروط الهجرة واللجوء في نيوزيلندا ما تعتبرش سهلة بالنسبة للجميع، لكن فرصة الهجرة لنيوزيلندا تستحق التعب والعناء والمحاولة بكل جد. والنهاردة هنتعرف مع بعض على افضل الطرق للهجرة واللجوء فيها، بالاضافة الى الشروط المطلوبة وكيفية البدء في الاجراءات وكمان اهم مميزات الحياة فيها. تابع معانا الفيديو للاخر، ولو عندك اي استفسار او توضيح اتفضل في كومنت تحت الفيديو. ولو كنت زائر جديد للقناة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد، وما تبخلش علينا بالدعم بعمل لايك للفيديو، واتمنى الافادة والتوفيق للجميع ان شاء الله. الهجرة لنيوزيلندا لها أكتر من طريقة، وهنوضح مع بعض أشهر وأفضل الطرق دي. والطريقة الأولى معانا هي الهجرة عن طريق فيزا السياحة أو فيزا الدراسة زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده، وكمان ممكن تهاجر عن طريق حضور المؤتمرات أو برنامج الهجرة النيوزيلندي. الهجرة لنيوزيلندا عن طريق الفيزا الدراسية هي من أسهل وأفضل الطرق للهجرة، ولكن زي ما احنا عارفين إنها بتحتاج لمال كتير من أجل إجراءات السفر ورسوم الجامعة، ومتطلباتها هي ملء استمارة الفيزا وإحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة وجواز سفر ساري لمدة عام على الأقل، وطبعا الحصول على قبول جامعي من أي جامعة في نيوزيلندا، وكمان كشف حساب بنكي يوضح قدرتك على الحياة في نيوزيلندا أثناء فترة دراستك، وتقديم سجل عدلي خالي من الجرائم وتقرير طبي يوضح حالتك الصحية وإنك خالي من الأمراض. وبعد حصولك على الفيزا تقدر تكمل دراستك في نيوزيلندا وترجع بلدك تاني بعد انتهاء مدة الدراسة، وكمان تقدر تشتغل أثناء الدراسة لعدد ساعات معين بيتم تحديدها على حسب ظروف كل شخص، وبالشكل ده بتكون قدرت انك تدخل في سوق العمل النيوزيلندي والمساعدة في مصاريف الدراسة، وكمان ده بيساعدك انك تكون علاقات، وده بيساعدك كتير على العمل والبقاء بعد كده حتى بعد انتهاء فترة الدراسة. نصيحتي الشخصية لأي شخص بيفكر يسافر لنيوزيلندا عن طريق فيزا السياحة إنه يكون غرضه الأول هو اللجوء، لأن من الصعب جدا الحصول على عمل في نيوزيلندا لحامل الفيزا السياحية إلا إذا كان بشكل غير قانوني، يعني مش بيكون قدامك غير إنك تشتغل أسود وتفضل شغال في السر زي اللي هربان من أي شيء. ممكن تكون فرصة حضور مؤتمر مش متاحة لأي شخص، وكمان هي مش سهلة، ولكن طبعا لو قدرت انك تسافر بالطريقة دي وبحثت عن عمل وحصلت على اي عقد عمل بتقدر تستقر بشكل دائم، لكن الطريقة دي برضو بتستخدم في الاغلب للجوء اكتر من استخدامها للعمل الشرعي. طبعا برنامج الهجرة النيوزيلندي هو الاختيار الرسمي للوصول والعمل فيها مباشرة وبدون كسر فيزا او كسر لاي شروط، لكن عيب برنامج الهجرة زي ما احنا عارفين هي شروطه اللي ممكن ما تكونش متوفرة في اي شخص، زي مثلا اجادة اللغة والتخصص وشهادات الخبرة والاختبارات والمقابلات وغيره، وكمان برنامج الهجرة لاي دولة بيحتاج لنفس طويل وصبر كبير وبعض المصروفات. وكده اكون ذكرت اشهر طرق الهجرة لنيوزيلندا، لكن طبعا مش كلها لان في طرق تانية كتير مختلفة، لكن الطرق اللي اتكلمت عنها دي هي الطرق الشرعية اللي بيستخدمها كتير من العرب وبتجيب نتيجة كويسة. لو كنت بتخطط لطلب اللجوء في نيوزيلندا لازم تكون مستعد لعملية اللجوء من البداية. في نيوزيلندا حقيقة الأمور مختلفة بالنسبة لنظرة المجتمع والحكومة تجاه طالب اللجوء. الناس والحكومة بيكون ليهم نظرة إيجابية تجاه طالب اللجوء، وده بسبب بعد نيوزيلندا الجغرافي عن العالم، وموضوع بعدها الجغرافي ده هو اللي بيصعب وصول طالب اللجوء ليها. وطبعا موضوع النظرة الإيجابية من المجتمع والحكومة تجاه طالب اللجوء ده مش معناه إن طلبك هيتقبل بسهولة. معالجة طلب اللجوء تعتبر من الأمور الأساسية اللي مش ممكن التغاضى عنها بأي شكل من الأشكال، وبيتم دراسة أي طلب لجوء مقدم بشكل دقيق جدا بغض النظر عن جنسية طالب اللجوء، بالإضافة لأن نيوزيلندا أصبحت بتتعامل مع الطلبات حاليا بشكل أكثر جدية من قبل كده. تقدر تقدم طلب اللجوء في نيوزيلندا لأي شرطي تقابله مباشرة بعد وصولك لأراضيها، وطبعا مش بيكون مهم أبدا نوع الفيزا أو الطريقة اللي وصلت بيها. كمان تقدر تقدم طلبك في المنافذ الحدودية زي المطارات أو المواني البحرية. بعد التقدم بطلب اللجوء بيتم تسليمك استمارة خاصة بتأكيد الطلب، وبيكون مطلوب منك تملى البيانات اللي فيها، ومحتويات الاستمارة بتكون بيانات عنك ومعلومات شخصية وبعض الأسئلة المفروض إنك بترد عليها، ولازم يتم كتابة المعلومات دي باللغة الإنجليزية
وإرساله على عنوان دائرة الهجرة والليو، وهسيب لكم العنوان ده في الوصف تحت الفيديو. الوثائق المطلوبة منك لإتمام عملية تقديم طلب اللجوء في نيوزيلندا هي جواز سفر سعري أو أي وثيقة رسمية تثبت هويتك واستمارة تأكيد الطلب اللي اتكلمت عنها دلوقتي، وأي وثيقة أو مستند يدعم موقفك زي الوثائق اللي تثبت ما تعرضت له في بلدك مثلا. على حسب القانون النيوزيلندي بيتم معالجة طلب اللجوء خلال 140 يوم من تاريخ تقديم الطلب. طبعا المدة دي ممكن تكون اكتر من كده، لكن مش بشكل كبير، لان الامور في نيوزيلندا بتكون بدقة كبيرة. واذا تم قبول طلبك بتقدر تقدم على الاقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وبعدها الحصول على الجنسية. لكن لو كانت الاسباب اللي قدمتها غير مقنعة او غير كافية لمنحك حق اللجوء والاقامة، بيتم رفض طلبك، وطبعا تقدر تقدم طعن على القرار امام محكمة الهجرة والحماية في نيوزيلندا. واذا تم قبول الطعن بتتمكن من البقاء والحصول على الإقامة الدائمة زي ما قلنا. لكن لو تم رفض الطعن للأسف مش بيكون قدامك غير مغادرة البلد في أسرع وقت. طبعا من اهم حقوق اللاجئ في نيوزيلندا هي الحماية الانسانية وعدم ترحيله لبلده مرة اخرى، وكمان الدولة بتوفر لك الاكل والشرب الجيد ليك ولأسرتك حتى قبل قبول الطلب، وبعد قبول الطلب بتوفر لك السكن واللبس المناسب مع الاجواء في نيوزيلندا، وبيكون من حق اللاجئ العمل في اي مدينة او اي مجال بدون اي تفرقة، وكمان بيكون اجر ساعات العمل بالنسبة للاجئ هو نفس الاجر بالنسبة للمواطنين او المهاجرين، وبيكون لي او لابنائه الحق في التعليم في معظم المراحل التعليمية بالمجان او برسوم رمزية، وليهم كمان الحق في العلاج في أفضل المستشفيات بالمجان ما عدا طبعا العمليات التجميلية وما شابه ذلك. ده غير طبعا حرية التعبير عن رأيك بدون أي خوف طالما لم تتعدى على حريات الآخرين. بالنسبة لواجباتك كلاجئ في نيوزيلندا مش هتكون شيء صعب او مستحيل، لكن بيكون واجب عليك احترام بعض النقاط المهمة واللي بيتم تطبيقها على الجميع، وهي احترام حرية الاخرين بشكل عام وعدم ازدراء اي دين واحترام خصوصية جيرانك، وكمان عدم التعدي على الممتلكات العامة وعدم التهرب من الضرائب وعدم ايذاء الاخرين بالقول او بالفعل. لو كنت بتفكر بشكل جدي في طلب اللجوء لنيوزيلندا، من الافضل انك تقدم اي وثائق او اي ادلة تدعم موقفك او قضيتك، بالاضافة لتقديم اي وثائق شخصية زي الشهادة الجامعية ورخصة القيادة وما شابه ذلك، وتكون مترجمة للغة الانجليزية. كمان لازم تخلي بالك ان الاسباب اللي هتكتبها في استمارة اللجوء واللي هتقولها في المقابلة تكون واحدة، ما يكونش فيه اختلاف، لان اختلاف الاسباب بيكون معناه غالبا ان في شيء مش حقيقي وده بيضعف موقفك جدا. لكن لو كان عندك اسباب مثلا نسيت تكتبها وعاوز تضيفها اثناء المقابلة، لازم توضح ده للمقابلة. كمان حاول ما تكونش مبالغ جدا في تقديم وشرح الاسباب اللي دفعتك لترك بلدك والقدوم لنيوزيلندا. واخيرا احرص جدا جدا على عدم تقديم اي مستند مزور، لان ده معناه انتهاء امر اللجوء بالنسبة لي. وفي النهاية اتمنى يكون الشرح واضح ووافي ومفيد للجميع، ولو اي حد عنده اي اضافة او استفسار يتفضل يكتبه في كومنت تحت الفيديو، ولو شايف ان الفيديو مفيد من وجهة نظرك ياريت تدعمنا بلايك وشاركه مع غيرك علشان الكل يستفيد، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.